بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، واستوديو تحليلي جديد من استاد الأشبال. النهاردة إن شاء الله هنكون مع حضراتكم في الجولة 19 من بطولة الجمهورية لدوري الشباب. الأهلي صاحب المركز الأول يواجه طلائع الجيش صاحب المركز الـ15. في بداية الاستوديو التحليلي برحب بضيوفي الكرام، نجم الأهلي السابق كابتن محمد حشيش. منورنا كابتن محمد. حبيبي اسامه، ازاي كده؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله ماشي الحال. كل سنه وانت طيب. انت طيب. ايضا محلل قناه الاهلي ونجم الاستوديو التحليلي دكتور احمد ثابت. منورنا يا دكتور احمد. منور حضرتك يا كابتن اسامه، وكل سنه حضرتك طيب، وكل سنه وكابتن محمد طيب، وشعب مصر كله بخير ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هنكون مع حضراتكم في الجوله 19 من بطوله الجمهوريه، يعني مباراه الاهلي امام طلائع الجيش في ملاعب الناشئين في مدينه نصر. الاهلي صاحب المركز الاول، وقبل ما نروح للتحليل الفني للمباراه نشوف جدول ترتيب دوري الجمهوريه قبل انطلاق الجوله 19. الاهلي صاحب المركز الاول، يا ريت لو معانا الجدول نعرضه يا شباب. الاهلي صاحب المركز الاول من 19 مواجهه زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ترتيب دوري الجمهوريه مواليد 2003. الاهلي صاحب المركز الاول، لعب 19 مباراه، فوز في 12 مباراة، تعادل ومكسب. عارفين طبعا بعد انتهاء المباراة بالتعادل بيحصل ركلات ترجيح، واحد تعادل وهزيمة واحد، هزيمة خمسة، النقاط 39. بيتصدر النادي الأهلي جدول المسابقة، بيتقاسم معاه أيضا سيراميكا كليوباترا 39 نقطة، وإنبي في المركز الثالث برصيد 38 نقطة، المقاولون العرب في المركز الرابع 36 نقطة، الزمالك في المركز الخامس برصيد 35 نقطة، بتروجيت في المركز السادس، وطنطا في المركز السابع، والنادي المصري في المركز الثامن. بيراميدز في المركز التاسع، المركز العاشر الاتحاد السكندري، ال11 سموحة، 12 نادي فاركو، مركز ال13 غزل المحلة، في المركز ال14 مودرن فيوتشر، في المركز ال15 اللي هيواجه النادي الاهلي النهارده طلائع الجيش، في المركز ال16 نادي زد. 17 نادي القناه في الترتيب ال18 الاسماعيلي، والاسماعيلي واحد من الانديه العريقه اللي دايما كانت بتهتم بقطاعات الناشئين. اتمنى يرجع الاسماعيلي يعني لسابع عهده ونشوف الاسماعيلي في المراكز المتقدمه، خاصه الانديه الجماهيريه لما بتعتمد على قطاع الناشئين بيكون ليها شكل مختلف. الجونه في المركز 19، وفي المركز 20 السد باسوان، ومركز 21 بلديه المحله. كابتن حشيش، النادي الاهلي النهارده بيواجه طلائع الجيش وهو في المركز الاول، ده بينم ان احنا عندنا فريق قوي، فريق شباب النادي الاهلي، رغم ان في لعيبه متصاعده في الدرجه الاولى، في لعيبه تم اعارتها زي رفعت خليل واحد من العناصر المميزه لزد، لكن ما زال فريق النادي الاهلي متمسك بالقوه ايضا الضاربه وصاحب المركز الاول. طبعا زي ما موعدنا النادي الاهلي طبعا في فرق الناشئين تصدر طبعا الجدول للمسابقه، بغض النظر طبعا عن الاعارات او عن الناس اللي هي بتلعب مع العناصر اللي متاخده مع الدرجه الاولى. النادي الاهلي طبعا مليء باللاعبين على مستوى القطاع، عمره ما بيعتمد على واحد او اثنين او ثلاثه، لازم يكون المجموعه كلها على مستوى النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي. مباراه النهارده انا عايز اقول ان هي مباراه مهمه، مش عشان تكمله الصداره او الاحتفاظ بالصداره، مهمه قوي يا اسامه. خلال الفتره اللي جايه دي اي مباراه هتتلعب للنادي الاهلي فهي مهمه للفريق كفريق، عشان يحتفظ بالصداره وان شاء الله يحقق بطوله، ثانيا عشان اللعيبه، اللعيبه لازم تفكر ان 2003 دول اخر سنه ليهم السنه دي كناشئين. في منهم اللي متصعد، في منهم اللي هيتصعد، في منهم اللي هيطلع اعارات ان شاء الله السنه الجايه. وانت معانا على الهوا كابتن حشيش، ده احماء النادي الاهلي قبل انطلاق المباراه، اتفضل يا كابتن. فعايز اقول لك ان في اكتر من عنصر، في اللي هيتصعد، وفي اللي هي اوريدي هيطلع اعاره، وفي اللي هو هيسيب النادي. فالناس دي كلها لازم تعمل حاجه كويسه طبعا، او تسيب بصمه بالنسبه للناس اللي ممكن تبقى اخر سنه ليها في النادي الاهلي بعد فتره كبيره في قطاع الناشئين، انها تعمل بطوله لناديها ولنفسها، تقدر برضو من خلالها انها تقدر، اللي طبعا اي لعيب احنا عارفين اللي بيسيب النادي الاهلي بيروح على دايما ان الانديه الثانيه بيتخطفوا زي ما بقول له الانديه الثانيه. كذلك برضو ان فرصه ان قناه الاهلي دي اخر مباراه كابتن حشيش زعناها على الهوا هنا، اللي انتهت بفوز الاهلي
على ما اعتقد خماسيه من طلع امام نادي بيراميدز، صح؟ بيراميدز، صح. عملوا الحقيقه ماتش كويس وكان معانا الاهداف اهداف كبيره. فزي ما بقول لك يا اسامه ان اللعيبه لازم يعني المباراه دي فيها يعني مهمه لكذا اتجاه زي ما انا قلت. فرصه ان قناه الاهلي طبعا بتذيع المباراه دي، الجهاز الفني الفريق الاول هيتفرج وهيشوف اللعيبه، ممكن يبقى لعيب بعيد عن مثلا عين الجهاز الفني الفريق الاول من فتره او مصاب او بعيد بقرب. يقرب في حاجه زي دي ممكن تغير، على فكره يا جماعه الماتشات دي ممكن تغير مجرى حياه لعيبه كتيره جدا، سواء في مجال الكوره او في مستقبله الحياه الشخصيه، انه يكمل في الكوره ويكمل في النادي الاهلي او يبعد عن الكوره او يروح بقى لحته تانية يعني. فالكلام ده كله لازم اللعيبه تبقى عارفاه، تهتم بكل دقيقه وكل ثانيه في المباراه في خلال الفتره اللي جايه، ان احنا خلاص احنا بنلعب في الاسبوع 19 خلاص العد التنازلي بدا على نهايه الموسم يعني، فارجو الاهتمام يعني ان شاء الله. دكتور ثابت، الكابتن محمد حشيش قال نقطه مهمه جدا، احنا دلوقتي في فتره توقف، يعني مارسيل كولر هيستعين ببعض لاعبي قطاع الناشئين علشان فتره الاعداد المصغره الفتره القادمه. النهارده فرصه للاعبي الشباب، كل واحد ينم عن نفسه، يعبر عن نفسه في مباراه زي النهارده، ممكن الجهاز الفني كابتن خالد بيبو ايضا مدير الكره بيتابعها علشان يقول انا موجود فتره الاعداد القادمه، ممكن لعيبه تنضم لمعسكر النادي الاهلي. طبعا الاول إذاعة الماتشات دي حاجة مهمة جدا بالذات لفرقة 2003، لأن الوقت الجيل ده عنده 21 سنة. 21 سنة ده يعني يعتبر خلاص لعيبة لعبت في الفريق الأول، فإذاعة الماتشات ممكن تكون فرصة، خاصة إن إحنا بنعرض أرقام لعيبة، لعيب جاب كام جون، عامل كام أسيست، بنحلل أهداف، لعيبة مهمة زي مثلا المهاجمين. عندك واحد زي علي نادر، واحد زي سمير محمد، عبد الرحمن شريف، عندك ثلاثة راس حربة ممكن تراقبهم، عندك واحد زي أحمد أشرف الباك ليفت، يعني في كذا لاعب ممكن نحط عينينا عليهم. هنا احنا بنعمل زي ايه، زي سكاوتنج صغير كده للقطاع الناشئين، حاجه صغيره لقطاع الناشئين، ان انت لان الفرقه 2003 دي خلاص يعني قدامها سنه بالكتير او سنه خلاص السنه دي، السنه دي اخر سنه فخلاص، فانت من خلالها برضو بتساعد اداره النادي الاهلي ان هي برضو بتقيم اللعيبه، مين اللي يقدر يكمل، مين اللي يقدر يطلع اعارات، مين اللي ياخد اللي هياخد استغنى، لان ده خلاص اخر سنه. صحيح. بس انا عندي بس نقطه مهمه جدا، لو نستعرض جدول الدوري معلش تاني، عايز اوري حضرتك حاجه. جدول الترتيب؟ جدول الترتيب. طيب هاتوا لنا جدول الترتيب لو سمحتوا للدكتور احمد ثابت، عايز يعني يتكلم عن نقطه احنا مهمه. احنا هنا كنا زعنا مباراه الاهلي وبيراميدز، والنادي الاهلي كسب بيراميدز 5-0. بعدها النادي الاهلي لعب، وكان ساعتها النادي الاهلي ما كانش متقدم في الترتيب، كان الرابع او الخامس. معانا الجدول يا دكتور. ببص بعد كده، ايوه بعد كده لعبنا الزمالك وخسرنا 2-1، وكنا الزمالك متصدر، وكان الزمالك متصدر، وكنا متفوقين تماما في المباراه فنياً. وضيعنا ركله جزاء 80 دي. ساعتها الاعلام عمل ايه؟ استضاف لعيبه الزمالك كانهم اخذوا البطوله، كانهم حققوا انجاز بالفوز على النادي الاهلي 2-1. يا جماعه ركزوا في النقطه دي، شوفوا الاعلام والتعامل، عشان بس كسبوا النادي الاهلي ماتش حسسوك ان هم خلاص اخذوا الدوري. طب معلش يا استاذ محمد، اعرض لنا الجدول تاني حاليا، ما كملناش بس شهر، النادي الاهلي الاول والنادي الزمالك، لو نجيب الجدول نادي الزمالك في المركز الخامس، يعني النادي الاهلي في الاول ونادي الزمالك في المركز الخامس، يعني الانتصار ده كان انتصار زائف. بس هي اقول لك على حاجه بقى، نادي الزمالك سبب رئيسي في اعتذاره عن بطوله الرابطه، انه لما الزمالك كسب الاهلي في ملعب 100 عوبه كان عندهم انتشاء بالفريق بتاعه. ان احنا ممكن ندخل بطوله الرابطه. كان المباراه اللي بعدها غزل المحله في المحله، غزل المحله كسب على ما اتذكر 2-1. بعدها مباراه زد في زد، زد كسب الزمالك 4، فبدات الفكره تتراجع، لا ده احنا ما عندناش سبب، هم كسبوا الاهلي مش هيقدروا يلعبوا الناشئين، مش ما اقدرش العب الناشئين في بطوله الرابطه، فتم اعتذار نادي الزمالك. المعسكر كان جزء، لكن فريق الشباب لا ما عندوش القام الرئيسي اللي يقدر يلعب في بطوله الرابطه. صح. فكره كمان ان الاعلام يا كابتن اسامه، التعامل الاعلامي مع فوز نادي الزمالك على الاهلي 2-1 في ماتش في مواليد 2003 وكان لسه الدوري ما خلصش، حسسوك ان نادي الزمالك اخذ الدوري. دوري ده بالعكس يا احمد، كمان دول ضروهم. دول ضروهم، لان لعيبه صغيره في السن ده اللي حصل فعلا، لما تكسب نادي اهلي وتعمل الضجه دي الكبيره دي، ان انت محسسهم ان ده نهايه المطاف بالنسبه لك، انت خلاص وصلت اللي انت عايزه. فاللعيبه بتبتدي، لو جبنا كمان يا كابتن محمد الجدول، هتلاقي النادي الاهلي الاكثر فوز، هات الجدول بعد اذنك، الاكثر فوز، الاكثر، اقوى خط هجوم واقوى خط
بره التفوق انت مش متفوق، وده برضه بصراحه يحسب للكابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني اللي مسك الفرقه بعد رحيل كابتن محمد شرف. طب اعرضوا لنا كده الجهاز الفني والاداري لفريق النادي الاهلي عشان برضه نعرف الناس مين الجهاز الفني، الناس اللي شغاله برضه. يعني كابتن احمد عبد الظاهر زي ما قال الدكتور احمد ثابت تولى المهمه بعد رحيل الكابتن محمد شرف، واحد برضه ايضا كان مدربين المميزين زي ما احنا شايفين. الجهاز الفني كابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني، كابتن احمد جلال مدرب العام، كابتن خالد عثمان مدرب حراس المرمى، كابتن محمد راشد مدير اداري، كابتن علاء مامون طبيب الفريق، عمرو الشعراوي مدرب احمال، كابتن عبد الحميد حسين مدلك. دي قائمه الجهاز الفني. وعايز نقطه تانية، قائمه الهدافين لفريق الاهلي مواليد 2003، وما شاء الله شايفين تنوع. يعني علي نادر 7 أهداف، سمير محمد 7 أهداف، ميدو نبيل 6 أهداف، عبد الرحمن شريف 3 أهداف، عبد إبراهيم عبد الحكيم 3 أهداف، محمد وائل 3 أهداف، إسلام عبد الله 3 أهداف، محمد أسامة 2. دكتور ثابت، كان عندك ملاحظة على قائمة الهدافين؟ طبعا أنت النهاردة عندك 11 لاعب من النادي الأهلي مسجلين أهداف يا كابتن محمد يا كابتن أسامة. أيوه. 11 لاعب مسجلين 37 جون. أيوه. للنادي الأهلي في 19 ماتش بمعدل 1.9، يعني بمعدل هدفين النادي الاهلي بيسجل هدفين في الماتش الواحد. بس هتلاقي في 3 فراوده مسجلين اهداف، يعني في 2 بينافسوا على لقب الهداف، علي نادر وسمير محمد. دول انا يعني سمير محمد ده انا برشحه للناس برضو تتفرج عليه، مهاجم كويس بصراحه. مهاجم عاجبك سمير محمد وعلي نادر اتنين هداف. يعني هو بيستلم، انا بحب المهاجم اللي بيستلم تحت ضغط بشكل كويس جدا، بياخد مساحات بشكل كويس وبيجيب اهداف. يعني سمير محمد ده 7 اهداف ممكن نبص عليه، اللي هو مواليد 2003. ميدو نبيل برضو، ميدو نبيل اللعيب كلنا شفناه مع الفريق الاول، وبصراحه كل سنه بيبقى موجود في هدافين الدوري. النهارده واحد زي ما كان كابتن محمد بيتكلم على ايه، على نقطه ان لعيب ممكن تعيد له الحياه مره تانية. أيوة، ميدو نبيل الكيرف بتاعه عيله وطلع فريق اول بعد كده نزل تاني، ممكن النهارده بنشوفه مسجل 6 اهداف واحنا بنستعرض الاهداف، ممكن نادي يطلبه اعاره وفرصه النهارده في الفتره دي. لو كولر اتفرج عليه الراجل يروح يعني يطلع يعني الفتره سواء دي، سواء يطلبوا اعاره او يكمل مع الفريق الاول، ما هو ده التارجت. طيب نروح سريعا لملعب المباراه، زميلنا فاروق صلاح يحطنا في الاجواء هناك في ملاعب الناشئين مدينه نصر. تحياتي ليك يا فاروق، تحيات كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. برحب بيك كابتننا الكبير كابتن اسامه حسني، وبرحب بكابتن مصر الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، واستوديو دايما موفق لاستوديو الاشبال. وبيتجدد بينا الموعد من هنا من ملعب النادي الاهلي في مدينه نصر، مباراه الجوله 19 لدوري الجمهوريه للشباب، لقاء الختام لهذه المرحله، اللقاء اللي هيجمع ما بين النادي الاهلي وفريق طلائع الجيش. خليني اقول لك طبعا الكابتن احمد عبد الظاهر يعني منذ دقائق كان انتهى من المحاضره الفنيه للاعبي النادي الاهلي، طالب اللعيبه بضروره ختام هذه المرحله بفوز على فريق طلائع الجيش بعد ما حسم النادي الاهلي يعني تواجده في المرحله القادمه، وخليني هكلمك فيها في التفاصيل طبعا يا كابتن اسامه. ولكن كابتن احمد عبد الظاهر اتكلم مع اللعيبه على ضروره اقتناص كل فرصه، ضروره احراز هدف مبكر في هذه المباراه، وعدم الاكتفاء بهدف او اثنين، ضروره يعني ختام هذه المرحله بفوز مريح لفريق النادي الاهلي. كابتن احمد عبد الظاهر اعلن التشكيل اللي بيخوض به هذه المباراه، ممثل فيه مصطفى مخلوف في حراسه المرمى، قدامه 2 مساكين اسلام عبد الله وابراهيم عبد الحكيم، على يمينهم عبد الجواد عبد الرحمن، وعلى شماله مازن اسامه، 2 في دايره المنتصف احمد طعيمه ومصطفى ابو الخير، قدامهم مثلث هجومي مكون من ميدو اسامه، ميدو نبيل، عبد الرحمن شريف، وسمير محمد اللي زي ما حضرتك استعرضت واحد من هدافي الفريق طبعا، مع اللاعب علي نادر اللي ايضا رصيده من الاهداف 7 اهداف. على الجانب الاخر كابتن وجيه عبد العظيم اللي خلاص يعني فقد الامل في التواجد في المرحله الاخيره في مرحله المنافسه على البطوله اللي بتضم 10 فرق، يعني اتكلم مع اللعيبه بضروره تحقيق نتيجه ايجابيه على النادي الاهلي. عايز اقول لك النهارده جاي يهاجم النادي الاهلي على ملعبه، عايز يحقق نتيجه ايجابيه. في يعني التشكيل اللي لعب بيه الكابتن وجيه عبد العظيم في هذه المباراه 4-3-3، هي الطريقه المعتاده للكابتن وجيه عبد العظيم. حراسه المرمى احمد عباس، قدامه الرباعي مؤمن عبد العاطي، محمد وائل، ابو النور رمضان، وحسام عوض، 2-3 في دايره المنتصف رمضان محمود ومحمد عصام وبنداري عبد السلام، قدامهم مثلث هجومي مكون من ايهاب عمر ومحمد
محمد اسامه والسيد احمد. عايز اقول لك النهارده طاقم تحكيم لهذه المباراه بقياده الكابتن طارق مجدي بيعاونوا شريف عبد الله وهشام راشد. عايز اقول لك طبعا النادي الاهلي او ست فرق بالتحديد حسموا صعودهم للمرحله الثانيه، مرحله اللعب على البطوله نفسها. تقدر تقول الفرق اللي حسمت صعودها حتى الان يا كابتن اسامه الاهلي وسيراميكا وانبي والمقاولون العرب والزمالك وبتروجيت. صراع ما بين 8 فرق على 4 مقاعد في هذه المرحله، في يعني مباراه اليوم او الجوله، هذه الجوله هي اللي هتحسم التواجد الاربع فرق الاخرى. الصراع ما بين طنطا والمصري وبيراميدز والاتحاد وسموحه وفرقه وغزل المحله وفيوتشر. طبعا من المقرر انطلاق المرحله الثانيه اللي اول 10 فرق هيلعبوا على البطوله في الاسبوع الاول من شهر 2 المقبل باذن الله شهر فبراير. عايز اقول لك ايضا ان نقاط هذه المرحله هتضاف على نقاط المرحله القادمه. النادي الاهلي بيتصدر جدول الترتيب طبعا ب 39 نقطه، يهمه طبعا احراز 3 نقاط في هذه المباراه قبل طبعا الحصول على فتره الراحه وفتره الاجازه، قبل طبعا الاستعداد الى المرحله الحاسمه، مرحلة اللي حسم البطولة. النادي الأهلي مدافعا عن لقبه الموسم الماضي، اللي حققه الموسم الماضي، إن شاء الله يمني النفس إن شاء الله إنه يحافظ على لقبه هذا الموسم. طبعا أنا موجود معاك يا كابتن أسامة، موجود مع الكابتن حشيش الدكتور أحمد ثابت لو في أي استفسار أو أي تساؤل. بنشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا، ونتواصل معاك إن شاء الله مرة ثانية. كابتن حشيش، التشكيل النهاردة زي ما قال زميلنا فاروق صلاح، حراسة المرمى مصطفى مخلوف، خط الظهر إسلام عبد الله، إبراهيم عبد الحكيم، عبد الجواد عبد الرحمن، ومازن أسامة. 2 في وسط الملعب احمد طعيمه، مصطفى ابو الخير، ثلاثي امامي عبد الرحمن شريف، ميدو نبيل، محمد اسامه، وفي الامام سمير محمد. النهارده مصطفى مخلوف يعني بينزل وبيشارك من الدرجه الاولى مع فريق الشباب، فرصه كويسه عشان مفيش مباراه مش مهمه بالنسبه لاي لعيب موجود، سواء نازل من الفرق الكبيره، سواء العين عليه في الفرق الكبيره، سواء بعد ذلك بعد اللي ممكن يحصل له مثلا بعد ذلك عارة ولا حاجة، كل المباريات مهمة. فما بالك بقى ان لعيب اساسا اوريدي مع الفرقة الكبيرة ونازل يلعب مع فرقته الاساسية، لازم يظهر مظهر كويس ولازم يبان تأثير طبعا صعوده مع الفرقة الكبيرة. نتمنى له النهاردة هو جون كويس، نتمنى له مباراة كبيرة يعني ان شاء الله. دكتور ثابت، 2 في قلبي الدفاع اسلام عبد الله وابراهيم عبد الحكيم. طبعا من 2 مساكين كويسين، ابراهيم عبد الحكيم واسلام عبد الله، الاثنين موجودين كمان في قائمه الهدافين، الاثنين مسجلين 3 اهداف، 3 اهداف و3 6 اهداف. يعني ده كمان يا احمد كرات الثابته مميزه في فريق يعني ده سلاح من اسلحه الفرقه دي، ان ممكن يحلوا لك مواقف او مباريات بان هم بيطلعوا طبعا في الكورنر او في الكور الثابته. 6 جايبين 2 مساكين جايبين 6 اهداف من ضمن مجموع الاهداف للفرقه يعني. اتفضل يا احمد. يمكن طريقه اللعب يا كابتن اسامه 4-3-1-2 في حراسة المرمى مصطفى مخلوف، وهنا أنا بشوف أن مركز حراسة المرمى في مصر عامة ناقص. يعني الشناوي بصراحة بعيد قوي عن مسافات عن يعني عن الحراس بتوع المنتخب كلهم، الشناوي في حتة وهو في حتة تانية. فأنت واحد زي مصطفى مخلوف بتدي له ماتشات من صغره، حارس واعد ياخد ماتشات في 2003، ده ممكن أصلا يعني يبقى مستقبل للنادي واحد زي مصطفى مخلوف. الأربعة اللي ورا عبد الجواد عبد الرحمن ناحية اليمين، الاثنين المساكين إبراهيم عبد الحكيم وإسلام عبد الله، الشمال مازن أسامة. تمام، نجيب بس الصورة اللي فيها طريقة اللعب اللي بيبقى ارتكاز ثابت، اللي هيبقى ارتكاز ثابت مصطفى أبو الخير هو الارتكاز اللي قدام الأربع مدافعين. ده الثابت يعني، ده الثابت معانا يا دكتور ثابت. ده يعني دي طريقة اللعب النهاردة، اثنين مساكين، واحد ناحية اليمين واحد الشمال. الثابت ده اللي هو مصطفى أبو الخير، التلاتة اللي قدامه واحد ناحية اليمين أحمد طعيمة، وواحد ناحية الشمال ميدو نبيل. يعني ميدو نبيل بيلعب ارتكاز ناحية الشمال. صانع الألعاب النهاردة اللي هو اللي قدام التلاتة ميدو أسامة. ميدو أسامة هو صانع الألعاب. الاثنين اللي قدام سمير محمد وعبد الرحمن شريف. يعني من 4-2-3-1 ل4-3-1-2 بتتحول ل واحد بس ارتكاز. هو بيلعب بواحد ارتكاز بس اللي هو يعني سمير محمد مع عبد الرحمن شريف، اثنين بيتحولوا لاثنين مهاجمين وثلاثه من تحتيهم. يعني احمد طعيمه وميدو نبيل دول اللي بيكملوا، وميدو اسامه تمانيات اللي بيكملوا وميدو اسامه 10 ميدو اسامه 10 هو اللي هيلعب صانع العاب يبقى في خمسه قدام بيهاجموا من العمق، يعني اثنين فراوده وثلاثه والباك طاير على حسب، لو الكره ناحيه اليمين هتلاقي الباك طاير والشمال واقف بيعمل التغطيه العكسيه. لو ناحيه الشمال هتلاقي الباك الشمال هو اللي طاير واليمين ده. فانت النهارده بتلعب بفرودين تحتيهم ميدو اسامه وميدو نبيل برده بيتحول كصانع العاب مع احمد طعيمه،
النهارده انت بادئ بكثافه هجوميه، محتاج النهارده الظاهرين يتحركوا بشكل كويس. لازم الظاهرين عشان تستغل راسين الحربه، ولازم راسين الحربه ما يقفلوش على بعض. دي نقطه مهمه. ساعات بلاحظ في بعض الماتشات ان الفرودين بيبقوا شبه بعض، فتحس ان انت بتلعب بفرود واحد. لا، لازم واحد يكون مكمل ورا المدافعين في منطقه الجزاء، واحد بينزل يستلم يفتح مساحات او يتحرك على الاطراف لزمايله. تمام. كابتن حشيش، الرباعي الامامي عبد الرحمن شريف، ميدو نبيل، محمد اسامه، او ميدو اسامه وسمير محمد. النهارده شكل بدايه المباراه، كابتن احمد عبد الظاهر هيقول للعيبته، هل النهارده ممكن يبقى في ضغط عالي في بدايه المباراه؟ انت راجل، اقدر اخلص المباراه من بدايتها؟ انت راجل متصدر البطوله، عندك الثقه بنفسك بعد ما كنت متاخر في البطوله، دوست على الناس اللي في المراكز الاولى وبقيت متصدر، عندك نسبه اهداف كبيره من اكبر الاهداف اللي جايه في البطوله، عندك لعيبه بتعرف عندها حلول المباراه على ارضك مع فرقه برضو ترتيبها يعني ال 15، فانت لازم تنزل من البدايه تخض الفرقه دي، تلعب عليها ضاغط من البدايه، تستعجل الهدف الاولاني. الهدف الاولاني ده ممكن يكون مفتاح المكسب باكتر من هدف ان شاء الله، يعني تحقق الكلام ده يعني. فلازم ده هيجي عن طريق الضغط، لان برضو اي فرقه بتلاعب النادي الاهلي اللي هو متصدر البطوله وعلى ارضه بتبقى عامله الف حساب ليه، وبتبقى نازله مخضوضه شويه. كل ما بيعدي الوقت وهي متعادله بياخدوا الثقه، احنا مش عايزين دي، عايزين نضغط عليهم من البدايه بحيث ان انت تخضه من البدايه تجيب هدف، يبقى خليك تلعب مرتاح. تقدر اللعيب لما بيكون حاسس انه كسبان واحد او اثنين بيقدر يبدع في بقى في الله. ثقه ويبدع بقى ويقدر يعمل اللي هو عايز يعمله، ما يلعبش بقى اللعبه الصريح عشان ما يخاف انها تتقطع، لا يقدر يرقص واحد على واحد، يرقص يقدر يعمل حاجه شوطه من بعيد، يجرب كل هو حاجه عايزها يعني. هقول لحضراتكم برضو بدلاء النادي الاهلي النهارده في مباراه الاهلي امام طلائع الجيش، طارق حسن، سعد محمد سعد، يوسف عاطف، عبد الله مصطفى، محمود حمدي، عبد الرحمن رشدان، واحمد اشرف اللي يعني واحد من اقدم الاسين لكن بعد عودته من الاصابه، ويوسف شريف، اسامه، احمد يحيى. الاصابات والغيابات النهارده ظهير ايمن محمد وائل، وكريم عثمان، واحمد داوود، وعلي نادر شوقي، ومحمد شرقيه، وغيابات فنيه محمد ميسي. دكتور ثابت، الفرقه دي في المباريات اللي احنا زعناها هنا خاصه المباراه الاخيره امام بيراميدز، شفنا الاهداف وشفنا ان فريق مميز في الكرات الثابته خاصة الركنيات، ضربات الرأس مهمة جدا، حل من الحلول الهجومية المهمة جدا لفريق شباب النادي الأهلي. صح، الضربات الثابتة مهمة جدا، خاصة إسلام عبد الله. إسلام عبد الله جاب هاتريك في بيراميدز، كان واحد من الناس اللي هي يعني مميزة قوي في الضربات الثابتة، وكذلك إبراهيم عبد الحكيم برضو لما بيتقدم هم ممتازين بصراحة في الضربات الركنية والضربات الثابتة، بيلعبوها بشكل كويس جدا. كذلك النهاردة أنت عندك حلول، عندك أنا بشوف إن ميدو أسامة وثنائية ميدو أسامة وميدو نبيل الاتنين بيعملوا شغل كويس مع بعض في وسط الملعب، يقدروا يعملوا الوان تو، بيروحوا عبد الرحمن شريف برضو بيبقى محطة كويسة مع سمير محمد، والتصويب من بعيد عبد الرحمن شريف من الناس اللي بتصوب من تحت. واحمد طعيمه عنده حته الكره الثانيه، يمكن أيوة. احمد طعيمه حطه مع ميدو نبيل بحيث ان هم ياخدوا الكره الثانيه، من الواضح ان النادي الاهلي ان شاء الله النهارده هيضغط ضغط عالي من البدايه، هيحاول ان هو ياخد الكره الثانيه بشكل كويس، ويحاول ان هو يعمل العرضيات. برضو اسلام عبد الله انا شفته بيلعب مساك وبيلعب باك ليفت، يعني اسلام عبد الله اللي هو رقم ثلاثه بيلعب ناحيه، شفناه في ماتشات باك ليفت وشفناه في ماتشات مساك. ابراهيم عبد الحكيم ساعات بيلعب ليبرو وساعات بيلعب مساك، عبد الجواد عبد الرحمن برضو كذلك، احمد طعيمه ساعات بيلعب 6 وساعات بيلعب 8، مصطفى ابو الخير هو اللي ثابت 6، ميدو نبيل مركزه ساعات بيتغير، ساعات بيلعبه 10 ساعات بيلعبه 8 وساعات بيلعب وينج. ميدو اسامه كذلك برضه ساعات يلعب 10 وساعات يلعب جناح. سمير محمد وعبد الرحمن شريف هي النقطه بس الفيصليه برضه اللي هتفرق في شكل الفرقه، اللي هي راسين الحربه. راسين الحربه مهم جدا ان هم يتحركوا عكس بعض عشان الاثنين ستايلهم اصلا 9 يعني، بس لعبوا جنب بعض كتير واجادوا اللعب جنب بعض، اجادوا بس في بعض الماتشات بتحس ان الاثنين 9 محتاج واحد لازم يسقط. وسمير محمد تحديدا من الناس اللي هي يعني لو جبنا حتى اهداف بيراميدز هتلاقي سمير محمد لا بيقطع بيتحرك من ظهر الدفاع بشكل كويس. وميدو نبيل كان في جون الثالث تقريبا، كان الجون الثالث لما لعبها له عمل له التمريره ما بين الخطوط كده بشكل كويس. الجون نجيب الثالث، الجون الثالث لو نعرف نجيبه ده محمد وائل طبعا اللي غايب النهارده اللي هو الباك رايت للاصابه. الجون الثالث هنلاقي فيه التمريره كانت حلوه جدا من ميدو نبيل لسمير محمد، فالنهارده اعتقد ان الكره دي ممكن تتكرر كتير خاصه مع وجود ميدو نبيل في مركز 8 وميدو اسامه. كره الثابته واحنا بنتكلم عن اهميتها وهم مميزين ده كان الجون الاول.
ده الهدف. احمد اشرف اهم ورقه النهارده موجوده على الدكه اللي هو احمد اشرف لعيب النادي الاهلي مميز جدا هو في لعب العرضيات، عامل موسم اكثر من رائع السنه دي صراحه الامانه. أحمد أشرف يعني واحد موسم متالق فيها، اتمنى الفتره دي ياخد فرصته مع الدرجه الاولى. صح. نجيب بقى الجون، لو جبنا الثالث هنلاقي تحديدا في الثالث التمريره اللي هي اختراق من العمق مع الاختراق من الاطراف مع الضربات الثابته. فانت عندك حلول مخلياك ان انت النهارده تبقى اقوى خط هجوم. يعني النادي الاهلي بتتكلم ان هو مسجل اكتر خط هجوم برصيد 37 هدف، 37 جون بمعدل هدفين في الماتش الواحد. الجون الثاني برده كان ضربه ثابته في مباراه بيراميدز، قدرنا ان احنا من خلال ضربه ركنيه ارتدت وبرده اسلام عبد الله راح شايطها في الماتش ده. المساك اللي هو اسلام عبد الله جاب 3 اجوان، ده تسديده دي. تسديد انت على فكره حتى من ناحيه اسلام عبد الله الاحرز هاتف من ناحيه الدفاعيه برده من اقل الفرق اللي بتشتغل. كابتن حسام ساكن ناحيه الدفاعيه لما بنتكلم نشوف ارقام فريق شباب الاهلي، يعني متصدر صداره الهدافين برصيد 37 هدف واقوى خط دفاع 17 هدف. طبعا النهارده اسلام عبد الله ابراهيم عبد الحكيم والثنائيه دي متكرره ومعاهم رشدان تمام طوال ال 19 مباراه. اسلام عبد الله وابراهيم حكيم اكتر حاجه النهارده مفروض يعملوها مع بدايه المباراه ايه؟ المباراه طبعا هتبقى هجوميه من النادي الاهلي، ضاغطين على الفرقه الثانيه، فبالتالي هيبقى حته ان هم في مساحات كبيره لطلع الجيش. ممكن هي دي اللي هيلعب عليها طلع الجيش، هو مش هينزل يهاجم النادي الاهلي على ملعب النادي الاهلي. هو مع الضغط الجامد هيعتمد على الكور الطويله في المساحات دي، بتحتاج من الاثنين المساكين لان الباكين بيبقوا في نص الملعب، الطرفين بيبقوا في نص الملعب، فطبعا الاثنين المساكين. ده الهدف اللي انت بتتكلم عليه دكتور ثابت. دي تمريره ميدو نبيل لسمير محمد. بص هنا ارجع على التمريره، وقف عند التمريره قبل ما تطلع. هنا بص تحرك الفرودين لما اتحركوا عكس بعض الفرقه ظهرت بشكل كويس، وفي مساحه ظهرت بشكل، لكن لو اتحركوا في اتجاه بعض دي بتفرق، خاصه ان الاثنين اصلا صندوق، يعني الاثنين مهاجم صندوق. فلو جبنا لا ارجع من الاول، هاتها من الاول، اول ما التمريره اتلعبت شوف تحرك رقم 9 اللي هو سمير محمد وتحرك عبد الرحمن شريف اللي هو رقم 19. بقول لك طلباتك هتبقى اوامر، اديهم ثانيه واحده. طلباتك اوامر على طول. انا عايز اقول حاجه يا احمد. اتفضل يا دكتور ثابت. بص هتلاقي ان هي اتلعبت من ميدو نبيل النهارده كابتن محمد بيلعب 8. فانت لما بيلعب 8 مع ميدو اسامه الاثنين بيخترقوا من العمق اكتر. فانت محتاج عشان تخترق من العمق الفرودين لازم اهو افتح مساحات، افتح مساحات بشكل كويس عشان ما اكونش قافل على نفسي وفي كثافه على الفاضي. في نفس الوقت البلاي ميكر مهما كان صاحب مهاره قويه جدا، من غير التحرك وفي التايم الصح من الاثنين المهاجمين عمر مع البلاي ميكر هيلعب كره صح. صح. يعني مهمة أول حركة، والحركة الكتيرة من غير كورة هي اللي بتسهل على البلاي ميكر إن هو يقدر يحط واحدة ولا التانية. الهدف يا دكتور سيف اتفضل. بص هنا لعبها ميدو، هنا ميدو نبيل لعبها لطعيمة، طعيمة استلم ميدو نبيل، هنا كمل وقف بقى وقف، لا ارجع ثانية، ارجع كمان ارجع بس. بص هنا المهاجم عبد الرحمن شريف متحرك على الطرف عشان يفتح مساحة، وسمير هو اللي بيكسر مصيدة التسلل وبيتحرك في العمق. هنا تحرك المهاجم الاثنين عكس بعض، واحد بيستلم في ظهر المدافع وواحد واقف بيهم بالطرف. تمام. فقدرت ان انت تسجل من خلالها جون. الكره دي لازم تتكرر ان شاء الله النهارده. اخيرا بس قبل ما نروح لفاصل ونروح المباراه، الاطراف النهارده مهمه جدا، هلاقي شكل تكتل دفاعي من طلاع الجيش. طبعا. مازن اسامه الظهير الايسر، عبد الجواد عبد الرحمن الظهير الايمن، ليهم دور مهم النهارده يا دكتور ثابت سريعا. طبعا ليهم اهم دور لان انت بتلعب براسين حربه. راس مالهم العرضيات. تمام. اي تكتل دفاعي من ضمن الحلول بتاعته الاساسيه ان يبقى في الملعب مفتوح او لغايه الخط. عشان توسع المسافات بين المدافعين اللي قدامك، تقدر تخلق مساحات، فلازم تبقى انت على الخط، الطرفين يبقوا دايما موازين للخط يعني. النهارده طاقم الحكام كابتن طارق مجدي حكم ساحه. بالمناسبة كابتن طارق مجدي كان أدار مباراة الأهلي والزمالك 2007، ما شاء الله كان يعني إدارة فنية محترمة. كابتن شريف عبد الله مساعد أول، كابتن شهاب راشد مساعد ثاني، طاقم التحكيم من منطقة القاهرة. بشكرك كابتن حشيش، شكرا جزيلا. دكتور ثابت شكرا جزيلا. ونروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل معلقنا المتميز تامر عبد السلام، ونشوف حضراتكم بين شوطي المباراة.